محاد إذن كل ذي حقوق ذات اللي ذين محيطة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف مركو قرآن كويري حق اللي قوله من لم ذي ليه حق آد كل ذيهن رقي نوحا كم ذا أو كوكا إن أي إذن كل معاملة ذان معاملة وناكس وعاشروهن بالمعروف والله تبارك وتعالى دمركا رقم وناكس كل رقم وحن نبي قال يريد صلوات ربي وسلام عليه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رجب النبي قل له صلى الله عليه وسلم وحكيري كإذن كفي عن رجي هداتين إذن كو خير بدن وأنك الرير كيسا وكو خير بدن أنا قرأ وحانا هدان نبي محمد هاي نينك أهل كيسا وكو خير بدن وأنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم دمر كمركو دلمامة يدبع عدد هذا إله سيد هو أبو ري يخصائص تا الرجي كقد ويهين نبي قل حكا عبر صلى الله عليه وسلم إن فهل قرلو عن لقاء أبو ري هذا سكوت إذا إنا توسنا واتشبين فير قرلو على أبو ري ما توسطو واتشبين بنا برسل الله عليه وسلم هذا سكوت إذا إنا توسيسو تشبين تهدون وافوريتان كير فاستوسو بالنساء خيرا بنا برسل الله عليه وسلم تمر كخير ودر دار ما خير كل رقم رقم كوناتشية ودبع سنة هذا أن حريستا نبي صلى الله عليه وسلم آد بوقدر دار ما ها مال مال ما كم ذا أي دمر كي مقالة دي وحصوب على دمر كي رجع سكوت هاجين oo guriyihii bay inay burburaan qarku uu qaar badan halis ku jiraan markaas uu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu idmay oo fasaxay in dumarka ragooda markay isku taagan idbiyaan markaas ragii intay janiski ka faa'iideysteen ba waxay bilaabeen dumarka garaacaan dumar badan oo la garaacay oo dacwo ah ba nabiga uu yimi sallallahu alayhi wasallam markay dacwadii ku badatay uu nabigu la hadlay ragii war dacwadii ba badatay تمر كي قرأ اسمه كعبنا يان ليس أولئكم بخياركم النبي صلى الله عليه وسلم كواس تمر كذا قرأ عياي أخيارتي إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم أخيار ما هو رسول صلى الله عليه وسلم بمعنى وحويان يعني دين تاني إلهي تبارك وتعالى تمر كواكو كرامي إلهي واكو شرفي حقوق موسي عقل كذا الله شرفي شير كذا الله شرفي عرض كذا شرف كذا الله شرفي إن إنسان دعوة يرجعين أي الدين تكود هذا شيء وبين آدم كرامة له أو حقوق له بينما واجي هراء وحلا دور لجس من شر الجاهلية دي يجون نال أو قبل أو سوق رياء أباحه فأنت الله قبتر نقول كوست سلقلين شر الأسي شري مركي أي يعني وحوي رحل أي شان رحل كوا لجس قدين شري بل يجا بل رحل شري وعين هذا الدماش دان يا بشيل الربي نك هذه لنتين رحشو أيدي باب الله صوفا ريسان بوالا دحلي يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها والمؤمنين تيو إلهي دين محلين إنها دمر كدحشان قصم إنها تكون دحشان صح هو إن إذا لقد انتهي هدى يدو الربط إن إنك أهل كيسي قرست خيار بيل هذا لكن إن هذا ما يمال كلمة مركرت وإن هذا أنيقى يقرست ومد أردال حتى لقو قصبه ما يمال وحقوق ذا دحل ما ينال هان شرين دحل بالسي guriga lagu dulmin jiray xuquuq ilaalisa loo sameeyay diintani waa idin karaabays suurada dhan ayaa magacyadiina xambaarsan ya suuratu nisaa miyad quraanku aragtay suuratu rijaal ya suuratu rijaal quraanka ma ku jirta ma ku ma jirto wax suuratu rijaal ilaad ma jirto laakiin waxa jirta suuratu nisaa sidaas daraadeed الله با إذن كرامي الله إذن شرفي إذن كرامي وحال دونيا إن إذن كنا أون نقض الشكر جينو إن الشرع عدي وإذن كو كرامي إلى لسان كريهنا إلى لسان حقوق ذا الذين مركب وحكم ذا نقوم هناك سيد النبي كان صلى الله عليه وسلم مد كتر بيه حاسس كيس ولا رقم تشري نقوم هناك سن يا معاشرة هناك سن إلا إذا كل رقمه أون حريص يدبع سنان هي كالقعيل هي النقلان له وحكم ذا حقوق ذا الذين حقوق ذا مصروفك هي مرشدة هي مسكنك لمرهن قريقي لدقنا هوين إذا أدوقنا 50% كان نينك يونو 50% كان
sida gaalada cadaankii reer galbeedku hadda yihiin. ninku hadduu bakeeri keeno bakeeri guri, ayaduna waa inay saxankii keento. waa gaalada cadaanka ee hadda layna doonayna ku dayanno. hadday iyadu firaashka keento, isaguna waa inuu sariirta keeno. lama dhihin. shareecadan u fiirsada. waxaa la yidhi ninka adaa mas-uulka ah. gurigii diyaari, gabadhii masruuf, caruurteedii masruuf, marashadii iyo dharkiisii markay jirto daawee, asagaa mas-uulka ah. adu ama cirka keen, ama dhulka keen, ama meeshaa doonta gal, reerkani aduu mas-uuliyadiisa ku saaran yahay. ka horna marka guriga la dhisayo, adeer guriga wixii lagugu imaan lahaa ku diyaari. diyaari wixii lagugu imaan lahaa. intaa keliya maahe, gurigii intaad diyaarisood, gogashii diyaariso, haddana gabadha mehersii. war xageed ku aragteen waxaasoo ka? yaa, meherna sii. xataa hadday taajiro tahay, taajirada hadday tahay, aduguna faqiir tahay, mehersii. xoolo iyaga u khaasa waay. xataa hadday taajiro tahay, isaguna faqiir yahay, reerka inuu iyadu ay masruufto laazim kuma aha. xoolaheeda ninkeeda way ku sadaqaysan kartaa, ilmaheeda way ku sadaqaysan kartaa. laakiin waa ixsaan iyo samafal iyo wanaag waa laazim ah. yaa, waa kii cabdillaahi bin mascuud xaaskiisa sadaqay damacday inay la baxdo. markaasuu cabdillaahi wuxuu ku yidhi, aniga caruurtaada ayaa mudan, aniga caruurtaa mudan ee nasii waxan aad meel kale usii wado. markaasa waxay tiri, maya, sadaqaan u rabaa naanagay nagu baxdaaye nasii. maya, ilaa nebiga u tago sal allahu alayhi wasalam, rasuulkay u timi. waxaa lagu yidhi rasuulka ilaahay ow, zaynab baa kuu joogta inay soo gasho rabto. ayuu zayaani bihi, waa zaynabtee. saynabooyinku way badan yihin, waa tee buu nabi sallallahu alayhi wasallam. imraatu cabdillahi bin mascuud, xaaskii cabdillahi bin mascuud waay, ha soo gasho buu nabi sallallahu alayhi wasallam. markaasaa waxay tiri rasuulka ilaahay ow, inaan wax sadaqaystaan damcay. kadibna ninkaygii cabdullaahi baa igu dhago, wuxuu yihi aniga caruurtaa mudana nasii, maxaan sameeyaa? nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, waa runtii, waa runtii, waxaad wax siiso ninkaaga iyo caruurtaada ugu mudan. soo maaragtay, laazim kuma aha. cabdullaahi waxba ma haysta markaa, laakiin xaaskiisa waxa lahayd. u fiirsada masruufka iyo marashada iyo reerkan iyo dhaqankiisa iyo gurigiisa iyo ninkaa laga rabaa. waa mas-uuliyad ragga la saaray waay. haddaad adigu caawinayso ood kaalmaynayso, waa khayr allah ku siiyo, waa ducaysan tahay. iskaalmayntu iyo wax isla qabashadu meesha waa ku jirta, laakiin xuquuq marka la yidhaahdo hala kala qeexa hadday noqoto, xaqaasi raggu saaran yahay. waxaa ka mid ah xuquuqda ay dumarku raggooda ku leeyihiin, sidoo kale xuquuqda gogosha, baahideeda gogosha inuu daboolo inta tabartiisa, inuu xaqa gogosha uu bixiyo kolba intuu kari karayo. waxaa ka mid ah xuquuqda aad ku leedihiin, aad ragga ku leedihiin, waxaa ka mid ah inuu sharafkiina iyo cirdigaaga inuu ilaaliyo, ku difaaco. ilaa heer shareecadu waxay gaadhsiinaysaa ninka isagoo cirdigiisa iyo reerkiisa difaacaya haddii la dilo waa shahiid. yaa, man qutila duuna ahlihi fa huwa shahiid buu nabi sallallahu alayhi wasallam. ilaa heer waxaa la gaadhayaa inuu ninku reerkiisa iyo qoyskiisa in xumaan lagu sameeyo uu ka xigo in la dilo oo u dagaalamo. muxuu u dagaalamayaa? sharaftaada iyo qaraamadaada iyo yuu ilaalinayaa. sidaas daraaddeed waa shareeco qaabka wax u dhigtay. xagga waxay qeexday xuquuqdii dumarku lahaayeen, dhankana waxay dhigtay xuquuqii raggu lahaayeen, dhexda waxay dhigtay xuquuqda idinka dhexaysa. haddii xuquuqdaasi la ilaaliyo oo dhinacyada ka kala imaanaysa, guryaheennu waxay noqonayaan guryo degan, guryo lagu xasilo, guryo nolol wanaagsan, guryo lagu raaxaysto, guryo aan mushkilo lahayn. sax ma? marka qaarkood bini aadam baa le mushkiladu waa iska soo baxaysaa.